اخر اخبار موسيماني ايه؟ موسيماني حتى الان لم يجدد عقده مع النادي الاهلي. التجديد ان شاء الله يوم 20 مارس 20 مارس 20 مارس مش قبل كده. دي فتره التوقف بتاعت التوقف الدوليه اللي هيبقى فيها المنتخب, ودي مش هيبقى فيها مباريات للنادي الاهلي في الفتره دي. فهم مستنيين كل دوت لحد ما يجي. لكن اتفقوا على كل حاجه؟ متفقين او شبه متفقين, لكن ما قعدوش من ساعه قبل كاس العالم للانديه ما قعدوش تاني عشان خاطر يجددوا. لكن كل الكلام بقى اللي بيتقال دلوقتي ان هو جدد وخلاص ووقع, لا لسه ما حصلش اي حاجه. مستنيين فتره التوقف الدوليه دي عشان يبداوا يجددوا للنادي الاهلي. طبعا كان في ازمه سيوله شويه في النادي الاهلي الفتره دي, ويمكن كابتن الخطيب لسه من يعني امبارح او النهارده كده راحوا البنك احد البنوك الحكوميه وخدوا قرض بما يقدر حوالي 250 مليون جنيه عشان خاطر تجديد فرع النادي في التجمع الخامس. لاني على الرغم ده تجديده ولا انشاؤه, ما هو ما فتحتش بس صح الانشاء عشان خاطر يعني ويقدروا يخلصوا الاجراءات اللي فيه, خاصه ان هم كانوا المفروض قايلين من قبل الانتخابات ان في 600 مليون جنيه جم من العضوات بتاعته فعشان يصرفوا عليها, لكن اتصرفت اغلبها على الكوره وتجديد لعيبه الكوره. فعشان كده في قرض جديد بيتعمل ب 250 مليون جنيه او ما يقرب من 250 مليون جنيه عشان خاطر يبداوا يخلصوا الاجراءات دي. وهو اول ما هتبتدي المباني تبان هيفتحوا عضويات هيجيبوا منها فلوس. الكوره بتسحب كل فلوس يا كابتن انت عارف. الكوره بتسحب. نفسي والله ان احنا نوصل لمرحله الدنيا تبقى اكثر انضباطا من كده فيما يتعلق بالصرف كتير. يعني النهارده اقل لاعب يقول لك انا عايز 10 مليون وعايز 15 ما بيلعبش. وما بيلعبش يعني 10 مليون ما بيلعبش. في ناس بياخدوا ارقام ما بيلعبوش. صحيح يا كابتن. حاجه غريبه جدا. طيب